اثناء ما بيكلمهم دخلوا ورقه قال دخلها عنده وصل قال له عندي جرح فينا عند جرحت معي عند كنت بحادث مروري او لا جرح ليش بتكذب انت كذاب ما تصير تقول ليش هذا بيقول لها هكذا المهم قلت له هذا من هو لان يقصد عمليه تعرفه اذا عرفت هذا من هو انا بدي مرتب من مرتب عمليه زي هذا صعب طبعا ممتاز اذا عرفت هذا الدين كلم من انا هذا عمليات ولا تقل قال انا كيف حكم كتيبي كاتب الكتيبي قال هذا هو غير كاتب كتيبي بعد ما رحت يقصد عملية الوعي المهم ولا اعرف اي شخص من هذا الشيء من الوضوء امام اسمه فرار بسلاحه هو مجموعه من الاغلب مش واحد قال له خلاص المهم ما هانا ولا شيء ما صدرش منه اي كلمه الا قال له ما تصدرش تحرم علي انا هو داخل الخيمه تعرف شيء قال الناس موجودين كلهم وقال عمر المسدس قال شو قال المسدس وقال عمر بن عمر المسدي ضربنا بنا الشهود سمعناهم جينا ضربنا على اساس انه يجي يبين الباقي اللي سمع الشهود ضربنا من زي ما علقوا